متواجدين في مصر القديمة في قرية الفخارين. دي مكان فني جدا وقريب للناس، ان هو ممكن تخدمي بيه الحي اللي احنا متواجدين فيه. بدأت الفكرة ان احنا عايزين نعمل ورق اللي بيترسم عليه بشكل كويس ويكون يدوي، ان هو الورق اليدوي بيبقى افضل للرسم والطباعة. فهي جت الفكرة من كده، ان هو ازاي بيجي منين الورق. فطبعا اول ما بدأنا كان في حاجات كتير بيتعمل منها الورق، منها الاشجار، منها لحق الشجر، المخلفات الزراعية. فيعني لقينا ان افضل حاجة نركز فيها المخلفات الزراعية على اساس ما يبقاش فيها هدر وهي بتتحرق مثلا او بتتسف المصارف، بتسد حاجات كتير. بدأت الحكاية مع ان احنا ندرب، نعمل رف كويس طبعا الصنعة ازاي تتعمل، بعد كده ندرب بقى على الناس ونفتح مركز للتدريب على صناعة الورق اليدوي من المخلفات الزراعية بشكل عام. المخلفات الزراعية كتير، اللي هي شجر الموز، ورد النيل، لحاء الأشجار، قصب السكر، البردي، قشر الرز. وقشر الرز هو اللي ركزنا عليه على أساس إن هو أما بدأنا من 16 سنة كان في عز ما بيتحرق يعني، وعامل مشكلة طبعا التلوث والسحابة السوداء. بنجيب القش بننقعه مش أقل من يومين، بعد كده بنحطه على النار، بنسويه من 3 لـ4 ساعات حسب الجو طبعا، يغلي لغايه ما يستوي بشكل كويس خالص كل القش. بعد كده بناخده بننضفه، نحطه في شويله بننضفه كويس لغايه ما ينزل كل الاتربه اللي فيه كده، هوت يعني لونه يبقى قريب من الابيض او اوف وايت او كده. بعد كده بنحطه في مكنه بنطحنه، بيقعد حوالي ساعه يتطحن فيها بشكل كويس الدرجة اللي احنا عايزينها. طبعا ممكن نفتحه، بنحط عليه مبيضات، فممكن نتحط عليه مبيضات، ممكن نحط عليه صبغة بنلونه. ينشف بشكل كويس، بعد كده بناخده اما بينشف. ممكن الابيض بنستخدمه لجوه النوته، ممكن الملون بيبقى للغلاف، ممكن بنطبعه. بدانا نعمل منتج في منتج في اتنين في تلاته لغايه ما بقوا فوق ال 150 منتج عندنا، ان هو يبقوا متنوعين بشكل كبير، زي النوت، زي العلب، زي الشابوهات، كل حاجه. بنطبع برضو بطريقة يدوية كده وبسيطة، اللي هي طريقة السيلك سكرين، زي اللي هي طباعة التيشيرتات، طريقة من لون واحد أغلبه. بنعمل ديزاينات خاصة بينا، هي دي الشابلونة، هي بنحطها على الورقة بالشكل ده، وبعدين بنروح جايبين اللون، أي اللون اللي احنا مختارينه، وبنروح عاملينه ماشيين عليه اللون، بنعمله كده اهوت كده 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 بس كده اهوت، ونروح طبعاً. فهي نفس اللي هي الرسمه دي بتبقى هي دي. بدات ان انا ادرب مجموعه من الصم والبق، ودي كانت من الحاجات اللي ساعدتني يعني، ان انا فعلا دخلت مجموعه. هي شايفة الشغل هنا مبسوطة فيه، بتيجي بتعمل حاجات أحسن من هي تبقى قاعدة في البيت، تيجي هنا مبسوطة، شايفة إن بتغير الجو والشغل بيخليها تصفي ذهنها، تفكر في حاجات كويسة، بتبقى مرتاحة، شايفة إن المكان هنا بالنسبة لها حاجة كويسة، فرصة الشغل هنا
بتخليها من جواها مرتاحة ومبسوطة ومش بتفكر في أي حاجة بتضايقها. شوية شوية بنتعلم، كله بقى يتكلم ممكن لغة الإشارة، كل الموجودين ممكن تحس من تدخل المكان تحس إنه هادي، ف ان هو كلنا صم وبكم ان احنا بنتكلم بيها بقى كله يعني. فده كان من الحاجات اللي اساعدتني، وهم ما يفرقوش حد عن حد خالص الا ان احنا يعرفوا لغه تانية غير اللغه بتاعتنا واحنا ما نعرفهاش.